السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، إن شاء الله تكونوا تتفرجوا فينا وانتوما بصحة جيدة. راح نخدموا مع بعضنا تبنيجة واعرة، راح ناخذكم في رحلة إلى إيطاليا، راح نديروا البافلوفا. بافلوفا بزاف ناس تهاب تخدمها باسكو لا مورينغ تاعها ديفيسيل، يعني انتوما تشوفوها ديفيسيل واللي هي حاجة بزاف سهلة. راح نشوفوا الأسرار تاع البافلوفا، أرواحوا تشوفوا معايا المقادير. عندي 3 بياض بيض، 200 غرام تاع سكر كريستاليزي. هنا من الأحسن تستعملوا لي الميزان. هذه لاميرانغ، لاميرانغ اللي هي بزاف فاسيل، أنا يعني نقول لكم بلي بزاف ناس ما تنجح لهمش. باغ كونطخ هي بزاف سهلة، وش هو البروبليم تاعها برك في الفول، في لا تومبيغاتور تاع الفوق ما تعرفوش تريقلوها، هي طيب على 100 درجة وطيب مدة ساعة قادر اكثر، كما انايا تدي لي ساعه حتى لساعه وربع حتى لساعه ونص، المهم تكون على 100 درجه. هنا كيفاش راح ندير؟ راح نخلط بياض البيض ونضيف له السكر تدريجيا، كي تفوت تنجح لكم لا مورينغ تاعكم، الباقي سهل. نروحوا مع بعضنا مباشره لطريقه التحضير. الوغ نحطوا بياض البيض تاعنا، الحاجه الاولى كي يطلع موس نبدا نزيد له السكر تاعي بالشوي. بون هنا التزيين ما هضرتش عليه باسكو كل واحد كيفاش يدير، كاين اللي يخدمها بلا كريم موسلين، كريم مو سيترون، لا كريم او بور، كل واحد باش يخدمها. انا حبيت ندير لكم بون دوكا حنا حنركزوا مع المورينغ تاعنا، لا كريم حبيت ندير لكم حاجه فاسيل اللي تقدروا ديروها كامل في دياركم. واش عندي؟ عندي كاس تاع لا بودغ شونتي وكاس ناقص هكاك دو دوا تاع الحليب، ولا تزين كيما انا لهنا عندي مونغ مع لافخيز، وهذه لافخيز راح نزين بها. هذا واش فيها؟ هذه هي، شوفوا هنا الحليب بدا بلوتو البيض تاعي بدا يطلع، ولي زانغريديون ثاني سما واش مديت لكم ديروا. انا قلت ديروا 200 غرام، ديروا 200 غرام، ماشي تروحي ديري لي 250 ولا 180 ومن بعد تقولي لي راهي ما نجحتش. والبيض درت 3 ديري 3، هنا ما يهمش صغير ولا كبير، حتى نكمل الكمية تاع السكر تاعي كاملة، هي تطلع وانا نزيد السكر تاعي حتى تطلع تخي تخي بيان. انا وجدت لافوش تاعي، خيرت هاد لادوي، تقدروا ديروها حتى بلا لادوي، تما ديرو ديريكت لافوش. هنا لي فخوي ديرو واش حبيتو، بصح شوال بافلوفا تحب لي فخوي، ولو كان بانان تشينا، المهم حاجة واش كان عندكم متوفر في الدار. هنا لو بلاطو تاعي درتو البابي كويسون لافوش، نستنى هذه تطلع ونفوشيها ديريكتومون. انا وحده من عشاق البافلوف. هابيتي شوف ثقيله نحسها. المهم دركا واش راح ندير؟ راح نعمرها في لافوش ونبوشيها معاكم. كاين اللي يخدمها وحده برك، بافلوفا وحده كبيره تجي كيما لا تاخ، ثاني تجي هايله. من بعد ترجع لكم نتوما، على بالي بلي راح تتفننوا فيها.
لاستوس تاعها بياض البيض ما يكونش فيه كاريمون الصفار. هذه هي درتي 4 حبات ما يكونش فيه الصفار. البيض تاعكم من الاحسن يكون طومبيراتور امبيونت، يكون بحراره المطبخ. هذا مكان، هذه هي البافلوفا تاعنا. انا لهنا واش راح ندير؟ راح نحط لا مورينغ تاعي، باسكو يقول لكم طيب على ساعه لساعه، مده ساعه حتى لساعه ونص. نحط لا مورينغ تاعي الطيب، وراح نطلع على شونتيي عندي كيما قلت لكم كاس وكاس ناقص دو دوا هكذاك تاع الحليب بارد، نطلع ونعمرو في لابوش ونطيب لا مورينغ تاعي ونعاود ونرجع نزينوها مع بعضنا. أنا رجعت ليكم بأسهل وأنجح مورينغ في التاريخ. انا من عشاق هذا البافلوفا، سورتو كي يكونوا هكا لي فروي، تكون فيها لا فريزو. شوفوا الشكل تاعها بزاف راقي، الله يبارك. شوفوا لي كولور ديما يمدوا شارم. تاعنا ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من لي زاستوس اللي عطيتهم لكم. على بالي راح تجربوه كامل وراح ينجح معاكم وراح يجي خير من تاعي. دركا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم، صحه فطوركم، صحه سهرتكم، وصحه سحوركم. نتلاقاو في عدد جديد من حصتكم تبنيجه. سلام.